الحكاية اللي معانا النهاردة بتوجع القلب وبتصدم المشاعر، خصوصا مشاعر الأبوة والأمومة. حكاية أب وأم اكتشفوا أن ابنهم لا ينمو بصورة طبيعية، وأن بعد مرور 21 سنة من ولادته يبدو كطفل صغير عمره سنتين، طفل لا يستطيع الكلام أو المشي، وتجذبه كل التفاصيل والمشاهد اللي بتجذب الأطفال اللي بسنه. طفل يعيش على شرب اللبن واليانسون فقط، شاب في جسد طفل، مأساة أسرة مش قادرين يعملوا له حاجة لأن حالته ملهاش علاج ومش عارفين سببها إيه، وحالة نادرة جدا وصعبة جدا وغريبة جدا. الأب الأستاذ وجيه فؤاد وزوجته السيدة سعيدة قض وابنهم السيد. كمان يشرفني وجود الأستاذ الدكتور أحمد سعيد الخولي، أستاذ التغذية العلاجية والنحافة وآلام المفاصل في مستشفيات القوات المسلحة، علشان نعرف منه رأي العلم والطب في حالة السيد. أهلا بحضراتكم، وأحب أسمع منكم الحكاية إيه. أنتم منين يا حاجة؟ إحنا من بيتال بارود. بتشتغل إيه حضرتك؟ مغفل نظام. سيدتك عندك كم ولد؟ معايا السيد. معايا اثنين. اثنين؟ طبيعيين ولا عندهم طبيعيين. نفس المشاكل؟ السيد يعني ترتيبه بينهم قد ايه؟ هو بتولد عيل بينه وبين محمد. ومات وصف. السيد عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة. 21 سنة. طب احكي لي بحكايته ايه، يعني عايز اعرف بالظبط. يعني هو طبعا يبدو انه عنده سنتين، لكن 21 سنة ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هو ما كانش بياكل، ونوكله ما بياكلش، ما رضاش ياكل. وبعدين روح عرضت على الدكاترة عشان ياكل وعشان يشرب، ما عملوش جد. حد الدكتور قال لي امنع عنه رضاعتك عنه وما ترضعهوش، قعد 4 سنين يرضع وانا معنحته عني، نوكله مش هاد ياكل. بنعمله ينحط له البسكوت على اللبن، البسكوت على الشاي، مش راضي ياكل. وانا عملت معاه الاخر بقى، سلمت الامر لله. يعني هو بياكل ايه حاج؟ عايش على اللبن بس، يشرب ينسون كراوية شاي وقليل العصير لو شرب. بس ادي كده هو. يعني هو هل عايش سن الطفولة، يعني سن الطفل، ولا عايش سن ايه يعني؟ هو عايش يعتبر طفلة. طفل. يعني مخه واقف عند سن كم سنة؟ والله انا يعني هو يعني بنكلمه نقول له يا سيد، يقول له ها يعني بص لاقي يعني بي يكلمه يعرف. بيفهم. هل في اي حاجه حصلت بعد ولادته اللي حسوا فيها انها انه مش طبيعي؟ ما فيش حاجه حصلت، ولده طبيعي. ولده طبيعي. هل انتوا قرايب؟ قرايب بعيد. حضرتك طلعت له بطاقه رقم قومي؟ مع بطاقه. مع بطاقه. لما رحت تطلع له البطاقه ما لفتش نظر اللي بيطلع له بطاقه شكله؟ لفه. قال لك ايه بقى وعملت ايه؟ خدت رحت بيه على الشباك عشان نسلم الاستماره. كان هو عليه الدور. فبتقول حد معاه استمارات تانية، قلت لها ايوه. استمارات هي. فسالتني قالت لي فين صاحب الاستماره؟ قلت لها هو عليك اتفوت. فهي برضو ايه خافت. فودتنا على اللي قاعد على الكمبيوتر. فراح لما راحت له قال لها ايوه هاتي، بس هاتي انا عارفه انا. فخد الاستمارات منها وجينا قعدوها على عشان يصوروا، ما رضاش يقعد. فلما ربنا كرمنا بواحد معاه شويه مفاتيح، قلت له بس اوقف في ريحه وشاور لي بس بالمفاتيح. راح وقف روحه يا دوبك شاور له بالمفاتيح، بص قال له خلاص قوم يا حاج مبارك، ومشينا على كده. هل يعني لما لقيتوا ابنكم يعني بيبدو ان هو مش طبيعي عرضتوه على اي دكتور؟ وكان التشخيص ايه؟ كان هو بيرضع وعنده 4 سنين. فانا وديته له، ف بيسالني بيقول لي عنده كم سنه؟ قلت له عنده 4 سنين. كان هيمسك فيا بفكر ان انا بنهزر معاه يعني. قلت له انا لو نحسب ان انت عاوز تتفسر في السن بتاعه اديت لك شهاده الميلاد بتاعته. فخدوا مني حطوا على الميزان لقى وزنه 4 كيلو. فقال لي انا عايزك تروح تعمل لي تحليل. رحت عملت له تحليل وجبت وديته له. قال لي هو هيمشي على اللبن، اكل ما فيش اكل مش هياكل، هو هيمشي على طول على اللبن طول عمره. هو بيسحب زي العيال. لما رحت نجيب العلاج بقى لقيته كاتب لي البزازه في العلاج، فاتنين وراه عشان نديله البزازه ما رضاش يفتح حنكه ليها خالص. كاننا بالراحه كده اهوت لما فتح حنكه للكوبايه قعدنا نسجو بيها بقى. هل بيحب يلعب مع الاطفال؟ لا ما بيلعبش هو.
ما بيلعبش الا بتنغيه بس يقعد يسهر كده وخلاص. لكن ما بيلعبش مع الاطفال الصغيرين مثلا؟ لا. امال بيقضي يومه ازاي في البيت؟ قاعد في البيت قاعد شغال القران ويقعد قدام القران مش عاوز يبطل. طب اخواته بيتعاملوا معاه ازاي؟ يا سيد انه خلاص بيبقى ما بيتكلمش. لا لما بيعيط بيعيط زي الاطفال. ما بيعيطش خالص. ما بيعيطش. نوم ربنا مخليه ما يعيطش. هو يقوم من نومه يقوم من نومه وشه يضحك. وشه بيضحك. لما بتبصي له كده بتحسي بايه؟ عايزه تقولي ايه؟ نفسك في ايه؟ والله انا نفسي شوف نفسها عايزه بتقول لنفسي عايزه توكلي مع اشرار. يعني لما اغزى بشد السنه من قدامي يجيبها قدامه عشان ياكل. لا مش بيمشي كمان هو؟ لا ما بيمشيش. بيزحف؟ بيزحف ويقعد يزحف على زي العين. يجي من بيخش من الاوضه دي للاوضه دي انما يطلع بره لا. لكن عندنا اسفلت قدام البيت ما يمكن يطلع بره. يعني هو انت بتشيل على طول يعني؟ انا شايل هي دي قاعده لي فيها على طول. طيب انا يمكن انا حبيت النهارده يكون معانا خبير استاذ دكتور سعيد الخولي عشان يعني تفسير سيادتك يا دكتور لهذه الحاله ايه؟ بص طبعا لما شفت الحاله وقعدت معاهم واتكلمت معاهم وكده والحاله دي حاله من الحالات النادره جدا اللي بتحصل 1 لـ 4000. دي سببها الاساسي مشكله في نظام الغدد عامه اللي هي الغدد الصماء. تاني نقطه الموضوع بتاع فشل النمو بالنسبه لوجيه بيرجع لحاجات وراثيه اولا علشان هم قرايب من بعيد. تاني نقطه موضوع سوء التغذيه ده خدت بالك. ونقطه تانيه اللي هي موضوع الغدد. بس احنا لما نيجي نتكلم منظومه التغذيه طبعا احنا هو دلوقتي بيقول لك اللي هو راح وهو عنده 4 سنين للدكتور قال له لازم يفك الفطام. طبعا احنا دلوقتي قابلنا اول مشكله اللي انا المفروض اللي انا لما باجي افطم طفل بفطمه من سن 6 شهور لسن سنتين مش 4 سنين. يعني انا اتاخرت عبال ما رحت للدكتور عشان انا ابعد الطفل من صدر مامته. فهنا ايه النقطه هنا اللي انا ما عودتوش على اي تغذيه ان انت لما بتيجي تفطم طفل بتحاول تعوده على نظام غذائي معين فيه معادن متكامله زي فيتامين سي دي كالسيوم علشان تبتدي تخرجه عن ايه؟ لبن الام. طبعا هو عنده نقص في الكلام ده كله مما ادى ان هو حتى سنانه وقع. تاني نقطه ما دي كلها تتعلق في موضوع سوء التغذيه، سوء التغذيه اللي انا ما اديتوش المعادن بتاعته في مرحله معينه. طبعا حته اللي انا 4 سنين وعوده على لبن دي لفتره معينه بسيطه مش على طول. ليه بقى؟ انا لما يكون عندي مشكله في الصمام اللي هو الغدد نفسه المفروض انا بقلل اللبن مش بكتر اللبن. ليه بقى؟ الغده النخاميه بتيجي تفرز هرمون اسمه تي اس اتش بتخبط على حاجه اسمها الغده الدرقيه بتقول له افرز هرموناتك علشان خاطر ايه؟ نحاول نكون خلايا مخ او ننشطها. ان الغده الدرقيه هي مسؤوله على ايه؟ الخلايا بتاعه المخ ونموها. لما انا دلوقتي الغده الدرقيه نايمه وما بتفرزش هرموناتها ايه اللي بيحصل؟ المخ بيضمر، الخلايا بتضمر. طيب هو في سؤال دلوقتي بيطرح نفسه، هل في اي اغذيه ممكن ياخدها النهارده الطفل دوت؟ مش الطفل ده عنده 21 سنه عشان ينمو؟ طبعا. زي ايه؟ انا بالنسبه لي دلوقتي لو انا دلوقتي انا عندي مشكله هو ما بياخدش غير الشاي واللبن واليانسون. ما هو ده مش صح، لازم كنت اعوده على اغذيه اولا غنيه باليود. عشان انشط الغدد. ان طبعا ده كان مش هيحصل دلوقتي. هو دلوقتي عنده 21 سنة. الكلام ده المفروض كان يحصل وهو عنده من 3 سنين. اللي انا اديله حاجات غنية باليود عشان انشط. يعني افهم من كده انه مش ممكن ينمو يا دكتور؟ دلوقتي حاليا اتأخر. ان حصل ضمور لخلايا المخ. انت دلوقتي كل اللي انت عاوز توصل له ان هو يبتدي يتحرك. يحرك يشوفه وبيقول لك ايه انا بشيله مش بيتحرك. يبقى انا عشان اخليه يتحرك هو عنده نقص ايه عشان يتحرك؟ عنده نقص معدنين مهمين جدا الكالسيوم وفيتامين د اللي انا طب عندي يعني نقص. دلوقتي الدكتور بيقول مثلا ان في اغذيه ممكن ياكلها، هل انتوا حاولتوا مثلا ايه الاغذيه ممكن تقول لهم عليها مثلا؟ انا عاوز الحاجات اللي هي غنيه باليود، لفيتامين سي، لفيتامين د. زي ايه يعني قول لهم؟ زي انا عاوز مثلا عصير برتقال. هل ممكن ياخد عصير برتقال؟ يمص حتى فص البرتقال يمص. ما هو عشان هو متعود. انا بنديله الدواء بالسرنج. انا بنديله الدواء. طب بنديله برتقال يعني هو مثلا بيبقى عنده امساك بنجيب له ملين. الملين ما بيرضاش يفتح حنكه ليه؟ بنجيب السرنج ونحط له في حنكه ويشرب شويه ويكب شويه. موضوع الامساك ده بسبب ايه؟ اللي هو عنده نقص الياف، هو اساسا ما بياخدش الياف خالص. عموما يعني الحقيقه انا يعني كنت اتمنى ان احنا نقدر نوصل لحاجه لكن مش عارف انا اقدر نساعد في ايه.
نفسكم في ايه؟ عايزين تقولوا ايه؟ يعني انا تحت امرك. عايز اقول ايه يا حاجة؟ نفسنا بس ان احنا عايزين يعيش بس. يعيش بس. ان انا مانيش ممكن ما نعيشلوش. مش هنبقى يعني انا ممكن يعني ده عمر بيد الله. دي مش هلاقي حاجة اعيش فيها دي. وانا عايزك يعني توظف اخواته يعني. توظفوا له اخواته. عشان يعيشوا ابوه يعني يمكن يموت. بعد عمره طويل برضه. اخواته يساعدوا. لانه اخواته شغالين على دراعه. انت بتصرف منين يا حاج؟ انا راجل موظف وبس مرتب على كده على قد ما تكفنيش. تاخد مرتب كام؟ بناخد 2600 جنيه بينحاش من 1000 جنيه. كنت عامل كارد ده كان عندي عيله من جوزها. بناخد 1600 جنيه. عموما هو الدكتور هيكتب لكم على بعض الادويه اللي ممكن او بعض المواد الغذائيه اللي ممكن ياخدها ان شاء الله. ما يا ريت ياخد بيه. يا ريت ياخد بيه. انت عارف هو المكان لازم يتعود. انت عارف لو انت عارف لما تبص بالكوبايه يعني جايب لي اللبن معايا. ما كانش اللبن يكون في الكوبايه. لكن هو بطل الرضاعه دلوقتي ما بيرضعش. لا بيرضعش. هو هنا بيقول لك هو متعود على كوبايه معينه بيشرب منها. هو وريها لي. احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ هنخلط اللبن واحده واحده باي عصير زي عصير برتقال واحده واحده. ان انت مش هتيجي مره واحده هتدي له حاجه معينه. احنا هنبتدي واحده واحده ندسله حاجات معينه كفيتامينز في اللبن ده وهنسحب اللبن واحده واحده نقلل شويه اللبن. اللي انا ما اقدرش اعتمد على اللبن اعتماد كلي في موضوع زي ده. احنا ممكن نخلط بطريقه معينه ادويه معينه او فيتامينز معينه عشان نحلي اللبن. بنقول له احنا هنحلي لك اللبن بحاجات حلوه. نقول له كده نسهل يعني. او نضحك عليه نقول له احنا هنديك حاجات حلوه فيها حاجات تحليه وواحده واحده تبتدي ندخل حاجات طبيعيه. منها اللي انا بعد كده هحصله برتقان هديله الياف البرتقان ده شويه وهديله فيتامين سي عشان اقوي له اللسه او اقوي له الحاجات دي كلها. احاول اديله حاجات زي فيها اليود عشان اقوي شويه الغدد اللي عنده. ابتدي انشط. عموما انا بدعو لاي حد شايفنا دلوقتي من الاطباء المتخصصين في كافه المجالات مخ والاعصاب في اي مجال تاني اذا في حد يقدر يساعد معانا في علاج هذا الطفل زي ما انتم شايفينه. هو يبدو عنده سنتين لكن هو عمره دلوقتي 21 سنة. أرجو أنه لا يتردد أن يتواصل مع البرنامج. نتمنى عندنا أب وأم يعني كل أملهم في الدنيا أن هم يكتشفوا أي علاج لابنهم. لأنهم خايفين بعد عمر طويل ما يلاقيش حد يقف جنبه لما يفقد أب وأم. أنا بشكر جدا معاليك سيد الدكتور وأتمنى أنكم تقدروا توصلوا للعلاج. أنا مقدر ظروفكم وحاسس باللي أنتوا فيه لأن الضنا غني وربنا يرفع عنه ويشفيه. وهي دعوة أطلقناها من واحد من الناس لأن هي فعلا حالة غريبة جدا زي ما الدكتور قال. حالة نادرة جدا. نادرة جدا ما شفناهاش قبل كده. وأتمنى أن احنا نقدر نوصل لها لحل إن شاء الله بإذن الله. وبشكركم جدا دكتور أحمد. بشكر. شكرا جدا.